السلام عليكم. باش نبداو بزوز تصريحات وبعد بطبيعك العادة باش ندخلوا في الحلقة. خلينا نسمعوا التصريح الأول وبطبيعة فيما يخص الناخب الوطني جلال القادري. لكن خلنا نبداو واضحين، رب ذرة النافعة، المهم هو الشيء توا، لأنه حتى حكينا وخرجت كلمات على ممكن إقالة جلال القادري. خلنا نأكد لك من توا، جلال القادري راه كان يهز بطولة افريقيا. جلال القادري مش يواصل مع المنتخب الوطني التونسي، هذا من كواليس المنتخب الوطني. حتى كان يهز بطولة افريقيا مش يواصل مع المنتخب الوطني التونسي. لكن الان الوضع الراهن والوضعية اللي نحن فيها، قيل قبل انه لازم يوصل كذا سينو باش ينسحب ولم ينسحب، دونك الخبر حطوا بين ظفرين سمحت، يعني فما لا على مسؤوليتي انا ما قلتش قبل، لا انا على مسؤوليتي انا كل حاجه انك اي انا كنقول حاجه نعرف شنو نقصد، لو كنقول حاجه نعرف شنو نقصد. لو يهز كاس افريقيا انا بيدي نهبط في مظاهره باش يقعد. اقسم بالله الكوره مهلوكه ما عند ربي، وهذا متفقين عليه، واللي يهلكها وباش يزيد يهلكها هو ذي. ايش بدخله في الكوره نوف الورتين؟ ايش بدخلك يدي في بالك برنامج باش تعملهم كباش نتاع نطيح، تجيب هذاك وتجيب هذاك وتقبلهم مع بعضهم؟ ولا يم بينات ريتو تخلى نوف الورتاني غدوه باش تسمع بالهادي الزعيم كيف كيف باش يدخل في الكوره ويعملوا الباباراتزي وكذا وكذا. يا ولادي سيبونا يهديكم ربي، ماكم نتاع ثقافه ولا منعرفش شنو، بروك تشدوا في ثقافه نتاعكم وسيبونا يهديكم ربي من الفضايح. لا ما يقعدش، ناكد لك انا بوش يقعد ما هو انا نكمل واسطك ما تعطينيش التفاصيل علاش ما يقعدش. نقول لك انا لا عاد هذيك فما واحد يعطي سلاحه وفما واحد يعطي سلاحه. خويا كنت حاب نقول لك انا تقول هو طارق تقول لي توا تفضل هيثم ارتاح شويه. قالوا لي هاك معنا هيثم لانه ربما تم ضغوط عائليه ما تطلب من جلال القادري انه يكمل المهمه هذه وينسحب. اللي صار في النهارين هذوما معناتها كان اكثر من طاقه العائله على تحمل الضغوط هذه، خاصه على وسائل التواصل الاجتماعي، ونعذروه هذه وش اسمه مس عائلته مس بناته مس كذا. بطبيعة هذا كل حد ما يوافق الحكايه هذه، نتصور ان هذا هو اللي طار يحكي فيها هذه المره. افكتيفمون طارق ونوفل الاولاد الكل. شوف نحن راهو يعني هذا التصريح الاول، نسمع مع بعضنا التصريح الثاني في موزايكا فام، نسمع مع بعض. وهذا خبر خاص بموزايكا فام. كل شيء وارد. شو معناها كل شيء وارد؟ نتيجة مباراة مالي ستكون حاسمة في مستقبل الإطار الفني. احنا نعرف وسنسمع بعد كل كأس افريقيا براتيكمون يتنحى مدرب. سيكون قرار نتفاعل معك احمد، سيكون قرار دون قيمة اذا كان انت عندك الفكرة للإقالة. هي تقيل توا ولا انت متشبث بالمدرب نتاعك؟ لحظة برك نكمل الجملة فقط حتى نستفهمنا. معناها اذا كان انت غير مقتنعة بأداء وطريقة تصرف المدرب فان، وهذا الوقت المناسب حتى على الأقل تعمل رجاء نفسية. واذا كان انت مقتنعة به حتى كي يخسر ماتش اخر تخليه على خاطر مقتنعة بالعمل نتاعو. علاش؟ لأنه كي باش تخسر الماتش الثاني باش تروح بطبيعتك وستاف تكنيك الكل باش يتنحى. ما عنده حتى قيمة القرار اللي باش يتم اتخاذه في صورة معناها فشل الإشاك في الماتش الثاني. ونخليك تكمل تناجو نحن بالتحليل تفضل. هذوما زوز تصريحات، ثم التصريح ثالث ما لقيتوش. كما سمعنا التصريح الاول، مهما كانت نتيجة المنتخب التونسي في كأس افريقيا ومهما المستوى اللي وصله جلال القادري مش باش يكمل. التصريح الثاني، مباراة مالي مهمة على الاخر وتنجم تنهي مسيرة جلال القادري مع المنتخب التونسي. والتصريح الثالث اللي شخصيا لوشت عليه وما لقيتوش لكن سمعته، انه مهما كانت نتيجة المنتخب المالي حتى لو المنتخب التونسي انتصر امامه جلال القادري باش يستقيل. ونكملوا بتصريح جلال القادري في حد ذاته بعد بطبيعة عدنا ما نحكيه على كل التعليقات. مازال 6 نقاط، مازال 2 مباريات، وضعية صعبة، لكن احنا اللي حاطين انفسنا في وضعية مهددة. سي تنودو ريبوندر معناتها بريزون في الزوز مباريات القادمين، ان شاء الله نعملوا ردة الفعل اللي تليق بسمعة المنتخب التونسي وسمعة الكرة التونسية. بون فيما يخص ملاحظتك الأولى، إذا كان أنت ما سجلتش مش مشكل، احنا كيف ما قلنا نتحملوا مسؤولياتنا ونعتذروا من الشعب التونسي، احترام الشعب التونسي على خاطر نعرفوا قيمة المباراة هذه وقيمة الدورة بالنسبة لجماهيرنا، ونتحملوا مسؤولياتنا كاملة في الهزيمة هذه، إن شاء الله نعطوهم إن شاء الله ردة فعل إيجابية في المقابلات القادمين. جلال القادري يقول نتحملوا المسؤوليه كامله. كيفاش باش تتحملها انت المسؤوليه؟ فهمنا اخوي. مثلا باش تعطي المنتخب التونسي الفلوس اللي خذيتهم من عندهم؟
35 مليون اللي كل شهر تاخو فيهم باش ترجعهم للمنتخب التونسي على خاطرك فشلت، فاش باش تتحمل المسؤولية؟ باش تراني بلاش؟ ما حشناش بيك حتى لو كانت زيد تعطي الفلوس، فاش تتمثل هالمسؤولية اللي باش تتحملها؟ تي ما هي باينة الحكاية، كان خسرت ولا كان ربحت حتى ماتش غدوة ولا تعادل ضد المنتخب المالي، باينة باش تترشح ممكن بالسيف وباش تخرج أمام أول فريق أو أول منتخب تواجه، حدث ولا حرج لو كان تخرج أمام أو تواجه المنتخب المغربي في الدور الثاني. مو احنا تو الهدف متاعنا أنه نتأهلوا كأفضل 30، تتأهل كأفضل 3 باش تواجه بنسبة محترمة المنتخب الجزائري ولا منتخب بوركينا فاسو. بوركينا فاسو يأكلوا لك القلب نتاعك، نحيهم على جنب. المنتخب الجزائري الله أعلم إلى حد الآن ما ناش عارفين باش تترشح كأفضل ثاني بالطبيعة، أو باش تترشح الثاني خاطر الأول ننساها من مخك، أما باش ترشح الثاني تعرشكو باش تواجه، باش تواجه المغرب. المغرب مش باش يأكلوا لك القلب نتاعك إلا من نتاعك، يعني انسى انك باش تعمل كاس افريقية محترم. افضل شيء قادر انك تقوم به انه تتأهل للدورة الثاني، وهذا افضل شيء بتبيعها كافضل ثالث. نعود نقولها المرتبة الثانية والاولى انساها كجلالة القادري قالوا نتحملوا المسؤولية متاعنا. نجيو للتصريح الاول اش قال؟ قال مهما كان وجلالة القادري وحتى لو كان يفوز بكاس افريقيا، ماهوش باش يفوز بكاس افريقيا، حتى لو كان نهائي ماهوش باش يوصل للنهائي. المربع الذهبي كيف ماهوش باش يوصل، كيف ما قلنا حدو جلالة القادري الدورة الأول، الدور الأول ما غير ما تكسر راسك، هذا هو اللي قادر جلالة القادري بالفكر اللي عنده بالشخصية اللي عنده قادر انه يوصله. قال لك مباراة مالي، يا وليدي بجاه ربي بجاه ربي، كيفاش تفكروا يا اخي؟ مانيش نحكي على عبد الله، نحكي على الناس الكل اللي قالوا جلالة القادر ينزم يمشي على روحه بعد كاس العالم، كبشونا في فرنسا. يودي ما عنده حتى دخل، والله لا عنده حتى دخل، الملاعبيه هي اللي تحكم ورئيس الجامعه هو اللي يحكم. الملاعبي وقت اللي تكون الشيخات له في النوار ينجم يعمل اللي يعمل حتى لو كان الامكانيات نتاعو متوسط. ضد فرنسا الكلها تحب توري روحها، المنتخب الفرنسي تخلنا بالفريق الثاني على خاطر لو كان من الاول بدا بالفريق الاول راه كلانا القلب نتاعنا. مره اخرى نعاودوا حشنا بها الكلمه هذه، ظهر لي باش نقعد نستعملوا فيها برشا، يكلونا القلب نتاعنا. هذا كل بسبب شكون؟ هذا كل بسبب جلالة القادري، يعني ما عنده حتى دخل في انتصار المنتخب الفرنسي والاربع نقاط اللي تحصل عليهم المنتخب في قطر 2022. وحتى لو كان هو وراهم هي تهنى للدور الثاني، كيف اللي قبلك ما تأهلتش للدور الثاني، دونك جلال القادري في كاس العالم فشلت نورمالمون تتنحى من وقتها، ما تنحيتش بعد بين بالكاشف كل شيء في التربص كوريا واليابان، ماك الاربعه وثلاثه يا معلم تخليه فيه الويه، تخليه فيه الويه، جبت مدرب اخر انت حكيته فارغه وما يطلبش بفلوس، شبع ولا يبعبع من كثر ما خذا الفلوس، ما عادش يفكر هو يشوف يروحه خذا حقه اكثر من حقه. تقول باش نحيوه بعد مباراه مالي، يخسرناها كاس افريقيا، على الاقل لو كان جبت انت مدرب مكانه ممكن عنده رؤيه مستقبليه يفكر لك في 2026، هي تجيب لي انت في القراره مذومة، القراره اللي عمرها من 32 و33 و34 سنه باش تردي فلان وفلتان، ايش عملوا لك القراره؟ من نورمالمون هذوما كي تجيبوا مش توصل بهم الحاجه باهي ويمشيوا على رواحهم. تقول انا نجيب لاعب صاحب خبره افضل من اللي نجيب ملاعب مازال صغير ما عندوش خبره في افريقيا، والله نقولوا نسمعك، لكن الهدف نتاعك يزمك تكون مثلا تكون موجود في المربع الذهبي بالقراره، يكملوا يمشيوا على رواحهم وتجيب جديد وتبدا تبني في منتخب جديد. اما بالقراره مش عملت هيك، عملت وعملوا لك الفضايح وعملوا لك اللي ما يتعملش وعملوا لك اللي ما يسمعش، علاش هكا تنطقوا فينا؟ كان جاي على الاقل مدرب اخر خويا، جاي مدرب راضي الجعادي تو نحكيوا عليه، راضي الجعادي ينجم يجيب لك ملعبيه شبان، نجم يجيب لك سامي شوشاني، نجم يجيب لك اللي يحكي مع سزمو سعد، يرجع لك سعد بقير، راك استحقيته سعد بقير، ياك استحقيته سعد بقير، تتكبر زعما يا معلم، تي برا شوف كابيلو وانت برا شوفك انشيلوتي نتاع ريال مدريد كيفاش يتعامل مع الملاعبيه نتاعو. نتفرج قبيله في سيكونس بينو بيري في البايرن ميونخ متغشش ريبيري كيفاش بيس وحملو فرح ضحك ريبيري وما ادراك، وانشيلوتي وما ادراك، وانت جايبها زعما وليت عامل قرون وكبير وما نحكيش مع سعد بقير، ريت كيفاش؟ اذا هذه كلها لغه مضروب،
لغته باش يمشي على روحه، بطبيعته باش يمشي على روحه، باش نفرحوا احنا؟ شنو اللي باش يفرحنا انه جلال القادري باش يمشي على روحه؟ بطبيعته ماشي. ونبداو متغشين وقتاش ممكن نفرحوا شويه؟ وقت اللي نعرفوا اسم المدرب القادم للمنتخب التونسي، وقت النجم نقولوا نفرحوا شويه ونسينا في جلال القادري ونسينا في منذ الكبير. اما انت باش يمشي من توا باش نشيخوا واحنا تينا خسرناه كاس افريق؟ شنو الحاجه اللي باش تفرحنا خويا؟ رانا نفهموا شويه كوره، البياري والناس اللي تتبع فيه والناس اللي تتبع في التلفاز راي الناس كل تو ربيكم هروب. نوفل الورتاني جايبين نوفل الورتاني يعمل كان في الكمامس ويعمل في كذا، في بالو برنامج ثقافي في عوده، معناها حشنا باش نزيدوا نطوروا كورتنا التونسيه، جيبولي في نوفل الورتاني. ربي يهديكم وكاهو برا خويا، السلام عليكم.